السلام عليكم. قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعم الصندوق الوطني لمكافحة السرطان ب30 مليار دينار بداية من 2024، وعين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هيئة وطنية لمكافحة السرطان والوقاية منه تحت إشرافه مباشرة. وحسب كلمة رئيس تبون والتي ألقاها نيابة عنه مستشاره خلال افتتاح مؤتمر الأورام اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، فإن الهيئة المذكورة ستقدم تقارير مفصلة لمصالحه من أجل متابعة هذا المرض وكيفية مكافحته. وقرر رئيس الجمهورية عمل هذه الهيئة مباشرة تحت إشراف رئاسة الجمهورية.